السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفات طبخ مغربي. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نديرو كيكة زوينة بزاف وخفيفة، غنديروها بيوغورت وندير معها أيضا الشوكولات. تبع معايا الطريقة والمقادير ديالها باش تنجح معكم. بالنسبه للمقادير ديالها، فغنديروا المول هكذا اللي كيكون طويل. غادي نحتاجوا فيه 4 ديال البيضات، كاس الى ربع ديال الزيت، وكاس عامر ديال السنيده، وجوج علب من هاد اليوغورت اللي كيكون صغير اللي كيدير درهم، جوج علب. وغادي نديروا جوج خمارات ديال الحلوى مقدار 14 غرام، واحد الساشي ديال الفاني، والشوكولاته. هنا انا درت هاد الشوكولاته بالحليب، يمكن لكم تستعملوا اي شوكولاته. وبالنسبه للدقيق غنديروا 3 ديال الكيسان ديال الدقيق. اهم حاجه طبعا هو البيض يكون بدرجه حراره المطبخ. غادي نكسر 4 بيضات، اذا كانوا بيضات كبار نديروا غير 3 ديال البيضات. نضربوهم مزيان هما، عاد نضيفوا عليهم كاس عامر ديال العنبه ديال السكر مقدار 150 غرام، وساشي ديال الفاني مقدار 7 غرام، ونخلطوهم مزيان. من بعد ما كيتخلطو مزيان كما كتشوفوا، يمكن لكم طبعا تخلطوهم بالخلاط الكهربائي. غنضيفو عليهم جوج علب ديال اليوغورت، هذا اللي كيكون صغير حيت النكهه ديالو كتكون مجهده اكثر من هذاك اللي كيكون ديال 2 دراهم. هذا اللي صغير النكهه ديالو مجهده، جربوه في الكيك كيجي غزال. من بعد غادي نضيفو كاس الى ربع من الزيت بالتدريج، ما نضيفوش دقه واحده، نضيف بشويه بشويه وانا كنخلط. وغادي نضيف 3 د الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق مغربل، ضروري يكون مغربل باش يجيكم العبار هو هذاك. وفي الاخير غادي نضيف جوج خمارات ديال الحلوى والخل. بالنسبه للخل اللي بغى يضيفو يضيفو، اللي ما بغاش يمكن ليه ما يضيفوش. درت ملعقه كبيره، هي كتساعد ان الكيك يجي خفيف ورطب من نخلط مزيان حتى نتاكد ان داك الدقيق ما بقاش حبيبات، حيت الا بقى لينا حبيبات في الكيك ما غاديش تنفخ ليا الكيك. بالنسبه للملفل دهنتو بالزبده ورشيتو بالدقيق، لبستو مزيان. دابا غادي نفرغ فيه الخليط ديال الكيك. كما شفتو القوام ديالو ما يكونش خفيف بزاف، حيت الا كان خفيف بزاف غنرجعو من الفران غيهبط، ولكن عاوتاني ثقيل ما غاديش يتنفخ لينا في الفران. كناخد الشكلاط نقطعو هكا طريفات ومربعات، من بعد غنرشو عليه شويه ديال الدقيق باش هكا ما يلصقش ليا في القالب ديال الكيك. نلبس مزيان بالدقيق ومن بعد نغربلو، نحيد ليه داك الزائد ديال الدقيق. غادي نديرو فوق الكيك هكا بشكل عشوائي اولا نستفوه كما بغيتو. العموم فمن بعد غادي يطلع عليه الكيك ما غاديش يبان. غادي ندخلو الفران 180 درجة تقريبا 45 حتى 50 دقيقة ونخرجوه. نخليه يطيب مزيان وبشويه عليه، ما نجهدوش عليه الفران. 150 حتى 180 درجه، اقصى درجه 180، تيولي قاسح بحال هكا.
نخليوه يبرد، ومن بعد غادي نرشو عليه شويه ديال السكر الصغير، ولا تذوقوه بهكا بخطوط ديال الشكلاط. كيفتو جا قاصح من برا هكا، ومن الداخل جا مفشفش ورطب. نتمنى الكيك يكون عجبكم، وتنتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بسلامكم.